هذا وقامت مؤسسة حياة كريمة بتنظيم مبادرة سفراء التكنولوجيا في كلية هندسة الإسكندرية لتعليم الطلاب كيفية مواجهة الفيروسات والأمن السيبراني. من جانبه قال محمد شعبان منسق عام مؤسسة حياة كريمة في الإسكندرية إن مبادرة حياة كريمة ليس دورها فقط المساعدات الإنسانية والحالات الأكثر احتياجاً، ولكن بالمساهمة في بناء الإنسان المصري، وهي أحد ركائز الجمهورية الجديدة. احنا النهارده موجودين في رحاب كليه الهندسه جامعه الاسكندريه في التعاون ما بين مؤسسه حياه كريمه ووزاره الاتصالات. النهارده بين مبادره سفراء التكنولوجيا، يمكن دي المرحله الثانيه وتم تطبيقها قبل كده في عده جامعات. النهارده بنؤكد ان مؤسسه حياه كريمه مش دورها فقط المساعدات الانسانيه والحالات ذوي الاحتياج والحالات الاكثر احتياجا، لا، احنا كمان بنساهم في بناء الانسان المصري، ودي احدى الركائز تعتمد عليها الجمهوريه الجديده في الوقت الحالي. سعداء بوجودنا ضمن مبادره حياه كريمه وضمن مبادره سفراء التكنولوجيا اللي بنستضيف فعالياتها هنا داخل الكليه. يمكن المبادره النهارده من خلال سفراء التكنولوجيا بتقوم بعمليه تدريب لطلاب الجامعات على هذه الاسس، ازاي يتعاملوا معاها، الامن السيبراني، ازاي يحافظ على البيانات الخاصه به، ازاي ان هو يبقى السكيورتي عنده احساس السكيورتي عالي، يقدر يحافظ على بياناته. وبالتالي جزء اصيل من هذه المبادره ان احنا هيبقى في شهاده ان شاء الله للطلبه في مجال الامن السيبراني او السايبر سيكيورتي، وبالتالي بنقدر ان احنا نبني شخصيه الطالب وشخصيه الخريج من ناحيه التحول الرقمي والسايبر سيكيورتي وقدرته على التعامل مع معطيات الحياه الحديثه. احنا هنا محاضرين في مبادره سفراء التكنولوجيا حياه كريمه، احنا ممثلين لوزاره الاتصالات، واحنا بندي الطلبه مجموعه مفاهيم عن التحول الرقمي، بنعرفهم يعني ايه التحول الرقمي وازاي ان هو يواكب التحول الرقمي اللي الدولة المصرية بتقدمه في مؤسساتها الحكومية كلها، وازاي ان هو يتعامل مع التحول الرقمي ده، وبنديهم كمان ازاي يأمن معلوماته على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الشباب كلهم بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، فازاي بنعرفه ازاي يأمن نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي. اتعلمنا كتير، اتعلمنا أهمية السايبر سيكيورتي وازاي نخش على منصة مصر الرقمية، وقد ايه دور التحول الرقمي حاليا بقى مهم جدا، وان كل حاجه بقت متجهه للالكترونيات والتكنولوجيا، وتعلمنا ازاي نامن نفسنا من الاختراقات والهجوم الالكتروني اللي بيحصل الفتره دي. اتعلمنا كتير جدا، وبجد بشكر حياه كريمه على الفرصه العظيمه دي. استفدنا منه كتير، خدنا منه معلومات برضو ازاي ان احنا نحافظ على نفسنا في الامن والامان من نسبه التكنولوجيا المتقدمه دلوقتي والاختراقات اللي موجوده على اجهزه الكمبيوتر وعلى الموبايلات، ازاي ان احنا نحافظ على الكمبيوتر بتاعي من الاختراق، ازاي نحافظ على الموبايل بتاعي من الاختراق. فهمنا يعني ايه امن سيبراني، فهمنا تفاصيل منه كتير.